وجميع الكرو بتاع 45 قاعدة للطلاق أو قواعد الطلاق. أكلمكم عن شخصيتي في المسلسل. شخصية لانا هي شخصية بنت بدأت شغل من وهي صغيرة جدا، تبدو من برا ان هي مش مركزة قوي ومطيورة، هي فعلا مش عارفة هي عايزة ايه، او هي عارفة هي عايزة ايه بس مش عارفة توصله، بتحاول من خلال المسلسل ان هي توصله. برغم ان هي شخصية تبدو ان هي سطحية، الا ان هي بتخاف على اصحابها جدا، بتحاول تساعدهم جدا، بتحاول تساعد اي حد هي بتحبه ان هو يتقدم مع انها مش عارفة تساعد نفسها. دي الشخصية اللي شدني لشخصية لانا. يعني مش هقولك ان انا اصلا ان اول مرة امثل فانا ما كنتش بختار قوي مش اللي هو معلش سوري يا جماعة مش هتأمر يعني، بس مش هكذب، لا انا حابة شخصية لانا برضو جدا. شخصية بنشوفها في اصحابنا، بنشوفها حوالينا، شخصية طيبة لطيفة، فحبيت ان انا ابقى طالعة بالشخصية دي اول مرة. لا انت قلت لي بقى ثانية واحدة، الاكسبيرينس مع انجي المقدم وهيدي وانجي واستاذ مصطفى ابو سيف وجميع الكرو بتاع 45 قاعدة للطلاق او قواعد الطلاق، لجميع الكرو قواعد الطلاق 45 بجد ثانك يو شكرا جدا ليهم كلهم من اكبر واحد لاصغر واحد، لانه ساعدوني جدا. الطاقة اللي كانت موجودة في وقت التصوير، والله العظيم والله العظيم ده مش كلام قدام الكاميرا، ده بجد الطاقة كانت إيجابية جدا، تحس ان هم عيلتك بحقه حقيقي ومش كلام تلفزيونات، ده بجد. انا وانا داخلة كنت قلقانة لانه معروف ان هو التصوير وجو مش عارف ايه والمنافسات والحاجات دي، فانا داخلة كشة ومش شغلتي، لقيت كل حد فيهم بيساعدني بطريقته. انجي المقدم حنينة جدا، فكنت في مشهد مفروض قاعد فيه فبحاول ان انا اركز قبل البتاع، هي اللي كانت بتبعد عني الناس علشان خاطر اركز. هدي كرم دايما تبقى موجوده، اسالها اي سؤال ترد عليا، طب انا المفروض اعمل ايه هنا، بتقولي تعملي كذا 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 كذا، وهي دايما كده عارفه كل حاجه عن اي حاجه، هي دي ما بتهزرش. انجي ابو زيد مسخره ولطيفه جدا، وفي حاجات بقى في اليوجا والميديتيشن والكلام ده كله فبرضه ما بلجأ لها. استاذ مصطفى ابو سيف كان بيدينا مساحه من الحريه، اداني ثقه في نفسي ان انا اعرف اتعامل قدام الكاميرا من غير ما ابقى مكسوفه. مدير الاضاءه، التصوير، مدير التصوير، المصورين، كله 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 كله. وحسن طبعا، حسن سوشيال ميديا طبعا. انا ما اشتغلتش موديل عمري مكتوبه على جوجل، عمري ما اشتغلت موديل، اشتغلت مذيعه، كنت مس ايجيبت وده اللي حصل اللبس ان الناس افتكرتني اشتغلت موديل، ودلوقتي بجرب اشتغل ممثل. انا باخد كورسز تمثيل بقالي مثلا 14 سنه، افي ناون دان كده تلاقيني ايه اروح، وما كنتش بروح عشان امثل خالص، الموضوع ما كانش في دماغي، كنت بروح اطلع طاقه زي ما بتروح مثلا كلاسز اي حاجه بيانو واتيفر، انه هوايه. وبعدين حسيت طب ليه لا، فبقالي كام سنه كده اللي هو طب خليني اجرب، مفيش مشكله ان الواحد يغير او يجرب حاجه جديده. وانا كائن بطبعي زهوق، انا بزهق يعني، حتى لو بصيت لبرامجي مش هتلاقي برنامج يعني، برامجي دايما انترتينمنت جيم شو، اشتغلت في العربيه قناه اخباريه اجتماعي، يعني هتلاقيني عملت كذا نوع برنامج، انا بزهق، ما بحبش نفس الحاجه نفس الحاجه نفس الحاجه. فقلت لا خلاص ممكن اجرب اني اخد التجربه دي. ليه انا بتفرج على التركي 140 حلقه او 200 و300 حلقه ولما بيخلص ببقى زعلانه جدا؟ فلا انا ما خفتش، لان انا من هوايه ان انا اتفرج على مسلسلات ومسلسلات طويله، لا ما خفتش خالص. خليني اكلمك على المسلسل ان هو بيتكلم على الطلاق، عشان في ناس كتير قوي بتقول لك ان احنا بنشجع على الطلاق. هو المسلسل ما بيشجعش على الطلاق، هو المسلسل بيقول ما هي اداب الطلاق، لان الطلاق زي ما انت قلت ان هو نسبته كترت جدا حوالي 40% وفي السنوات الاخيره كمان، وده اولموست نص اللي بيتجوزوا بيطلق. المسلسل بغض النظر ان هو فورمات اجنبي، الا ان احنا محتاجين ان احنا نعرف ما هي اداب الطلاق. انتوا انفصلتوا بس لو في عيال ازاي تعرفوا تعملوا مع بعض، ازاي تقدروا تكملوا حياتكم بعد كده من غير ما تاذوا نفسكم، من غير ما تاذوا اللي حواليكم، من غير ما تاذوا عيالكم، من غير ما تاذوا بعض. فهي القصة كلها مش في انه ازاي تتطلقوا، هي ما هي اداب الطلاق. لا انا لسه ما يعني ما اعرفش، ما لسه مخلصة المسلسل حالا لسه